لحكومة المملكة العربية السعودية سلفاً وخلفاً على وقوفها مع جمهورية باكستان منذ أن كانت فكرة إلى أن أصبحت واقعاً محسوساً ملموساً له كيانه، أصبحت دولة قوية عزيزة محترمة ليس فقط على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العربي أو الإسلامي، بل على المستوى العالمي. أمة قوية، شعب قوي، حكومات قوية لها أهداف استراتيجية، ويخشاها ولله الحمد العالم كله، لها مكانتها، رجالها أقوياء، وأهلها أهل علم وفضل وصلاح. أهلها ليسوا فقط يعملون فيها، إنما يعملون في شتى بلاد العالم. وكنت قبل قليل في لقاء مع الطلاب والطالبات المستجدين في قسم اللغة الأردية، وتحدثت بشوق وبحرارة قلبية عن أهمية باكستان وعن أهمية نشر اللغة الأردية الباكستانية وعلى أصولها وبيان القيم التي تحمله، لأنها تنشر ثقافة شعب مسلم قوي، ثقافة شعب أكثر من 200 مليون في الداخل وأكثر من 100 مليون في الخارج. هؤلاء لهم قيمتهم ولهم مكانتهم، دولة لها عزة ولها مكانة اقتصاديا وسياسيا ودفاعيا وصناعيا وأمنيا وثقافيا وتقنيا وهندسيا وطبيا، دولة يعرفها العالم أجمع ويهابها العالم أجمع. عزتها من عزة الإسلام، مكانتها من مكانة المسلمين. فنحن في المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا نقدر ونجل هذه الدولة ومكانة هذه الدولة، ونحن دائما توجيهات قادتنا سلفا وخلفا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك العادل الصالح الحازم الجازم سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الامين ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الامير الشاب الالمعي الاريب محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد حفظه الله. دائما توجيهاتهم تصب في مصلحه هذه الدوله وفي مصلحه تقويه وتعزيز العلاقات في كافه المجالات، ليست العلاقات فقط الاقتصاديه او السياسيه او الدفاعيه او الاجتماعيه او غيرها، انما ايضا العلاقات العلميه والثقافيه والفكريه والمنهجيه. هناك تطابق بين وجهات النظر شبه كامل بين المملكه وبين باكستان في الثقافه، في العلم، في القيم، في العادات. هذه العلاقات يجب ان نستثمرها لصالح الحكومتين والشعبين، لصالح الامه الاسلاميه، لصالح العالم اجمع. كلاهما تتطابق وجهات النظر في الحرب ضد الارهاب، في تعزيز وسطيه الاسلام، وفي نشر منهجه المعتدل، في نشر ثقافه التسامح، ونشر ثقافه التعايش السلمي وفق ضوابط الاسلام واحكامه، بيان ان المسلمين لهم عزه ولهم كرامه، وانهم امه قويه، وانهم امه ذات تاريخ ظالم في القدم منذ بعثه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، انهم امه يحملون كتاب الله ويحملون سنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، انهم امه العداله والانصاف والحق والعدل والمساواه، انهم امه ولله الحمد تملك كل المقومات المادية والبشرية، فنحن وتملك كل مقومات الفكر والثقافة والعقول الناضجة الخيرة. هذه الأمور لا شك أنها يعني تعين على